ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا مواليد برج الميزان، النهارده ان شاء الله القرايه العامه للبرج الميزان، وهتكون القرايه مفصله على جميع الاصعده. هنشوف احوال العمل والمال والعاطفه والصحه. خلينا نبدا. بسم الله، نشوف احوالك ايه يا برج الميزان. ما تنسوش يا برج الميزان تحطوا اللايك، لو كنت حد جديد لو سمحت اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا نشوف طاقة برج الميزان شهر نوفمبر، شهر 11 ان شاء الله. تقول لنا ايه؟ بسم الله. برج الميزان، خلينا ناخد كمان من نص الدك نشوف احوالك ايه. كمان من اخر الديك برج الميزان. خلينا نبدأ بأحوال العمل. شايفة البعض من مواليد برج الميزان عندهم ان شاء الله بدايات جديدة وبدايات حلوة في شغلهم. الناس اللي بيدوروا على شغل ان شاء الله في عروض حلوة هتتقدم لمواليد برج الميزان اهو. و في كمان بدايات حلوة في شغلك، يعني كأنه في كمان الناس اللي بيشتغلوا في عروض جوه الشغل بتاعك، ترقية، مكافأة، في حاجة حلوة هتتكافئ عليها في شغلك ان شاء الله يا برج الميزان. شايفة الامور هتبقى يعني ان شاء الله مستقرة الى حد ما في شغلك، ولكن انت حاول ما يعني تكون بتشتغل على مهل، يعني ما تخليش كل حاجة بسرعة، ما تاخدش كل حاجة على اعصابك، علشان التسرع في العمل ممكن يؤدي بينا لاخطاء واحنا مش عايزين كده. شايفة مجموعة صغيرة من مواليد برج الميزان عندها عقبات او عندها مشاكل شوية في الشغل بتاعها. المشاكل دي ممكن تفضل يعني معاك لاخر الشهر، بس يعني حاول ان انت زي ما قلت لك ما تتسرعش عشان الامور ما تبقاش متعقدة اكتر. فخد بالك والامور ان شاء الله هتظبط، بس اشتغل واحدة واحدة وخد بالك من امضاءاتك، خد بالك من اي حاجة في الشغل علشان ده ما يخليش الدنيا يعني في الاخر تبقى مش على ما يرام. بس ان شاء الله تنتهي، يعني هي خلاص نهايات. يعني لو كنت في مشكلة الفترة اللي فاتت فان شاء الله هتكون المشكلة بتنتهي في نوفمبر ده ان شاء الله، والامور هتمشي معاك على ما يرام يا برج الميزان. شايفة الناس اللي بيدوروا على شغل زي ما قلت لكم فيه فرص جديدة. البعض منكم عنده سفر، كأنك هتسافر لشغل في مكان تاني يا برج الميزان، في سفر. ف يعني ربنا يعني ييسر لك الامور، بس حاول تحدد اولوياتك علشان ما يبقاش فيه تأخير او يبقى فيه مماطلة في الشغل بتاعك. حدد الأولويات وخلص الحاجات المهمة بالنسبة لك الأول. شايفة كمان بعض منكم في عندهم نجاحات في مكاسب مالية إن شاء الله، وزي ما قلت في سفر وفي تجارب جديدة منتظرة برج الميزان، و كأنه في حاجة هتقلب لصالحك في العمل، في حاجة هتتقلب لصالحك إن شاء الله، وهتيسر الامور وهتكون افضل بالنسبه لك يا برج الميزان الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله. طيب كمان يا برج الميزان، شايفه البعض منكم كانك هتاخد تدريب في حاجه، او هتاخد يعني في دوره تدريبيه او بتدرس حاجه. المهم ان انت الفتره الجايه شايفاك بتطور من نفسك مهنيا وبتاخد اتجاه احسن في شغلك، بتطور في نفسك علشان يعني تمسك حاجة احسن في العمل، ودي حاجة كويسة برج الميزان. استمر.
عندك نجاح وعندك قرارات جديدة إن شاء الله، وسفر وبدايات حلوة كده. احنا شفنا العمل حلو قوي إن شاء الله، وإذا كان في البعض عندهم مشاكل فإن شاء الله خلاص أهي النهايات بتاعت المشاكل، والأمور هترجع تظبط تاني، وعندك عروض في العمل، وشايفة البعض كأنك بتقدم تفتح مشروع مع حد أو شراكة مع حد، وحد كأن حد هيعرض عليك، فإن شاء الله أمورك متيسرة يا برج الميزان. طيب خلينا بقى يا برج الميزان ندخل في الصحة. شايفة البعض منكم عندهم أو كانوا بيعانوا الفترة اللي فاتت من ألم في الظهر، ولكن إن شاء الله يعني الفترة اللي جاية هتكون أمورك أحسن، بس أنت حاول تتجنب أي حاجة فيها مجهود، وإن شاء الله أمورك الصحية هتكون على ما يرام. كمان شايفاك على الصعيد الاجتماعي كأنه عندك احتفال أو أنت هتحضر احتفال عند حد، عزومة في العيلة، في خطوبة، هتسمع عن حد أو هتدعى من جهة حد بأن أنت هتروح تحضر مناسبة عند حد يا برج الميزان إن شاء الله. طيب برج الميزان، شايفة البعض منكم كأنه عايز يقعد لوحده شوية، ذا هيرميت أهو، كأنه أنت حابب تقعد لوحدك شوية، حابب ترتب أمورك من أول وجديد، كأنك هتطور حاجة في حياتك، مشروع أو مشروع شخصي، حاجة خاصة بيك، فحابب تقعد لوحدك شوية، أو أنت فعلا بقالك فترة منعزل قاعد كده عامل لنفسك مساحة بتفكر، مش حابب ان انت تختلط مع حد، وحابب ان انت تعيد ترتيب امورك، ودي حاجة كويسة برضو ان انت تقعد مع نفسك وترتب جميع امورك وتشوف حابب تعمل ايه. كمان ان شاء الله الفترة اللي جاية الماديات هتكون حلوة، البعض منكم هيستلم كأنه حاجة ميراث بقى، جمعية، وديعة، في فلوس داخلالك، بس كمان البعض التاني في فلوس جايلك عن طريق الأسرة، يعني كأنه حاجة ورث ليك مثلا، في حاجة عن طريق الأسرة أو فلوس عن طريق الأسرة، حاجة بتتقسم عليكم، في فلوس داخلة لبرج الميزان حاجة، أو كأنك هتشتري بيت مثلا، أو حابب تجدد أو تطور حاجة في بيتك، برضو ده موجود للبعض من مواليد برج الميزان. طيب برج الميزان، خلينا ندخل على العاطفة ونشوف أحوالك العاطفية ايه. شايفة برج الميزان برضو كأنه في الأغلبية منكم منعزلين شوية مع نفسهم كده، ومفيش حد في حياتهم، حياتهم فاضية خالص، وكأنك واخد ركن أو واخد جنب يا برج الميزان. البعض منكم اللي هم الناس العزاب، مفيش تواصل مع حد، قاعد كده مع نفسك، وبقالك فترة وما أخدتش قرار في حياتك ان انت ترتبط او ان يكون في حد في حياتك، ولكن شايفة ان شاء الله عندك بدايات جديدة، وفي ناس جديدة هتدخل حياة برج الميزان. العزاب من برج الميزان في حب جديد ان شاء الله هيدخل حياتك، والحب ده هيكون يعني هيعوضك وهيسعدك، وانت هتكون مبسوط بدخول الشخص ده على حياتك. الشخص ده هيدخل حياتك بعطاء، يعني عايز يديك، عايز يقدم لك كل حاجة حلوة، في حد هيقدم لك عرض حلو هيعجبك وانت هتكون مبسوط منه يا برج الميزان. في اخبار حلوة عن الحب بقى، يعني انتظر الفترة اللي جاية دي ان شاء الله هيكون في ارتباط وهيكون في حب. الناس المتجوزين انا شايفة التفاهم هيزيد الفترة دي بينهم وبين بعض، والرومانسية هتكون زيادة شوية، ويعني هتغطي على حياتكم الزوجية، هيبقى في رومانسية وتفاهم اكتر بينك وبين شريكك او زوجك من برج يا برج الميزان.
بالنسبة للناس العزاب انتوا هتلاقوا الحب ده ان شاء الله، ممكن حد تكونوا هتقابلوه في مكان شغل او هتقابلوه في مكان اجتماعي، يعني يكون معزوم في حتة وهتقابل الشخص ده ان شاء الله. شايفاك يا برج الميزان بتدور على حاجة معينة في شريك حياتك انت، يعني يمكن البعض قاعد اعزب لحد دلوقتي لانك بتدور على حاجة في شريك حياتك، بتدور على حاجة معينة، عندك شغف فانت بتدور على الشغف ده مش عايز ترتبط وبس، وده اللي مخليك قاعد وحيد واعزب لحد دلوقتي يا برج الميزان. شايفاك كمان معتمد قوي على ان انت بتدور على التوافق اللي هو ايه، يعني يكون تفكيره بيوافق تفكيرك اكتر، ودي اكتر حاجة انت بتدور عليها علشان مش عايز ترتبط وبس، حابب ان انت يعني ترتبط بحد يكون التفاهم بينكو عالي، مش عايز اي حد يدخل حياتك، عايز حد تكون انت فاهمه وهو فاهمك، ودي حاجة كويسة برج الميزان. كمان شايفاك جذاب قوي الفترة اللي جاية دي ومهتم بنفسك قوي، وده هيجذب لك ناس تدخل حياتك، في ناس هتدخل حياتك بسبب ان انت يعني جاذبيتك عالية قوي الشهر ده ان شاء الله برج الميزان. الناس اللي كانوا في علاقات شايفاهم يعني او المنفصلين اللي ما كملوش في العلاقات بتاعتهم، شايفة ان شاء الله في اخبار حلوة من شريكك او من الشخص اللي انت كنت مرتبط بيه رغم الانفصال، الا انه راجع يقدم عرض جديد، راجع يقدم عرض لمواليد برج الميزان وحابب انه يعني ترجعوا تاني. كمان اللي كانوا مرتبطين في خيبة امل حصلت في النص او في اذى انت تعرضت له من شريكك في الماضي، يعني الشخص اللي انت كنت مرتبط بيه ده اذاك، قالك حاجة اذتك نفسيا، فانت من بعدها قاعد ومش عايز تدخل حد في حياتك، فحاول تفتح الدنيا شوية برج الميزان لان في فرص حلوة ان شاء الله جاية لك، وما تخليش الماضي يسيطر عليك، لانه لو سيطر عليك حتى انت الجديد مش هتعرف تميز انت فعلا مرتاح للشخص ده ولا لا، فده وقت حلو ان انت تنفتح فيه وتبدأ يعني ترجع حياتك العاطفية تاني احسن من الاول، لانه انا شايفة فيه ناس جديدة راجعة، فخليك مستعد للحب وحاول تخرج المشاكل بتاعة الماضي من دماغك، لان انا شايفة المشاكل موجودة، والبعض منكم اتأذى من الشريك بسبب انه اكتشف طرف تالت في النص. اوكي، كمان شايفاك حابب تغير كده وحابب ترتبط بحد، يعني زي ما قلت دماغه تكون موافقة دماغك، ودي حاجة حلوة، استمر يعني يا برج الميزان، وتحاولش ترتبط بأي حد وخلاص، خليك مرتاح للشخص اللي انت هترتبط بيه علشان ما تقعدش بعد كده تندم او يدخل حياتك حد مش فاهمك ويعمل لك مشاكل. الشريك ده خليني اقول لكم الابراج، ممكن يكون حد من برج الجوزاء او الميزان او الدلو، كمان او العذراء، العذراء كمان ظاهر قدامي قوي، وممكن كمان يكون حد من برج الحمل او الاسد او الكوس موجود برضو، كمان عايزة اقول لك برج الميزان انه انت ممكن يكون الشخص ده بينك وبينه مسافة سفر، بينك وبينه مسافة سفر، في فرق بينكو في المكان، في فرق في المكان، انت في حتة وهو في حتة، او انت من ثقافة هو من ثقافة تانية، في ثقافات مختلفة قدامي يعني، و كمان للبعض ممكن يكون ده كان حد معاك في الشغل، كان حد ممكن يكون كان معاك في الشغل، بس الأغلبية انه
بينك وبين الشخص ده سفر. شايفة كمان انه ان شاء الله هيكون في وقت حلو بينك وبين الشخص اللي هيدخل حياتك. بالنسبة للمنفصلين في يعني في رجعة ببداية جديدة، رجعة ببداية جديدة، بس ممكن الرجعة يعني ايه، ممكن تستنى شوية، يعني ممكن ما تكونش الفترة دي، بس في رجعة. وفي كمان الشخص ده ممكن يكون برج العقرب او الحوت برضو، ممكن هيرجع يقدم عليك اقتراح او يقدم عرض معين، هيحاول ان هو يراضيك بأي شكل، في عرض بيحاول ان هو يقدمه، في حاجة بيراضيك فيها لان هو عارف ان هو غلط يعني، ففي حاجة بيحاول ان هو يقدمها. كمان كأنه العلاقة بتاعتكو يعني خدت فترة مش على ما يرام قبل الانفصال. كمان الشخص ده ممكن يكون برج الدلو او الجدي. بصوا انا كده يعني طول ما انا ماشيه هقول لكم الابراج، ممكن يكون جدي او دلو، وانت كأنك جيت في مره كده برج الميزان وايه ويعني خلاص انفجرت يعني من كتر الضغط اللي انت كنت فيه في العلاقه دي. برج الميزان كأنه هيكون عندك الفتره الجايه دي تفتيحه في عينك التالتة، بمعنى اي حاجه انت هتبقى حاسسها هتبقى صح، اي حاجه شعورك من ناحية الشخص اللي قدامك انت قلبك هيحسها هتكون هي فعلا الحاجة دي. فخليك مركز قوي مع احساسك ومع مشاعرك، ويعني خلي حدثك هو اللي يوجهك الفترة اللي جاية، هتلاقي انت حدثك بيوجهك، هتحس اذا كانت الحاجة اللي قدامك دي حلوة ولا لا. كمان انت كأنك اخدت خبرة كبيرة من كل الحاجات اللي انت مريت بيها في العاطفة ومن كل المشاكل اللي قابلتك واللي واجهتك، شايفك كأنك رافع سيفك وبتحتد على حاجة ما كانتش عاجباك في العلاقة يا برج الميزان، وده حقك لأن انت كأنك اتغدرت بالشخص ده، كأنه حصلت حاجة كبيرة بينك وبينه خلتكوا سبتوا بعض. وشايفك نهيت يعني في شايفة عندي برج الميزان في كتير نهى، بس اللي جاي حلو يعني. انا شايفة الطاقة بتاعتك الفترة اللي جاية يا برج الميزان حلوة جدا، شايفة الامور هتكون على ما يرام، ان شاء الله مش هيكون في مشاكل، بالعكس انا شايفة نهاية للمشاكل، كأنك بتنهي يعني حاجة كانت تعباك او حاجة كانت، فان شاء الله كل الامور هتكون على ما يرام. حاول ان انت تفتح قلبك للحب وتفتح قلبك للجديد اللي هيدخل حياتك يا برج الميزان، بجد في عروض حلوة هتتقدم لك وفي حاجات حلوة جاية لك في الطريق، يعني حرام ما تضيعش من ايدك اي علاقة حلوة جاية، هتحس ان انت مرتاح في اللي جاي، هتدخل في حالة حب حلوة، في شخص جديد هيدخل حياتك حتى لو انتوا منفصلين، في برضو حد جديد داخل حياتك، البيج اوف كاب، في حد جديد برضو هيدخل حياتك حتى لو في حد قديم وانتوا منفصلين هيرجع، وفي حد جديد برضو. كمان هتعيش قصة الحب دي، انت هتعيشها الفترة اللي جاية، هتعيش قصة حب حلوة، فاستعد يا برج الميزان للحاجات الحلوة ان شاء الله اللي داخلة حياتك. كمان شايفة برج الميزان كأنك الفترة اللي جاية برضو هتحاول ان انت تركز قوي في الاختيار عن اي وقت فات. كمان ممكن هقول لكم على وظيفة الشخص ده اللي هيدخل حياتك، فعشان تبقى عارف اكتر، الشخص ده ممكن زي ما قلت هتقابلوه في العمل او هيكون في اتصال في الشغل، فانت هتتعرف على الشخص ده بسبب حاجة برضو في الشغل.
الشخص ده برضو ممكن يكون، بص هو شخصية يعني ليه شخصية في المجتمع، ممكن يكون طبيب، محامي، حاجة كده في القانون، حاجة تعليمه أكاديمي، حد كده معروف في شغله قوي، حد مدير، فده حد يعني مسؤول، حد مسؤول ومهم ومعندوش وقت، فانت هتعرف الشخص ده. انا قلت لكم كمان ممكن يكون حمل او اسد او قوس، فالشخص ده انت هتعرفه يعني من ليه هيبة كده وليه طلة، هتعرفه لوحدك يعني اول ما يدخل حياتك، انت هتحس بنفسك انه هو ده، هو الشخص ده، وزي ما قلت للبعض منكم كأنك هتقابله في سفر، او هو فعلا في حياتك دخل حياتك من قريب، او هو كان حد قديم اصلا وعارفك ورجع يدخل حياتك بقى بس بصفته حبيب. ف يعني دي برضو علامات تعرف بيها الشخص اللي هيدخل حياتك ده. كمان شايفة التفاهم بينكم هيكون عالي، الكلام للناس اللي هم هيدخل في حياتهم شخص جديد ان شاء الله، هتقعدوا تخططوا كل حاجة مع بعض، في شراكة حلوة هتكون بينك وبينه في الرومانسية، علاقة حلوة، وهتبدأ في الشغل او صداقة متبادلة كأنه حد صديق ليك، والصداقة دي هتقلب لحب فجأة فجأة كده، هتحسوا بانجذاب لبعض وهيكون في تواصل حلو قوي في طريقكم. الكلام ده للناس المنفصلة وللناس العزاب، لان انا قلت لكم انا شايفة برضو غير انه الشريك راجع، انا شايفة في حد برضو هيدخل حياتكم للبعض من مواليد برج الميزان، فان شاء الله امورك العاطفية هتكون على ما يرام يا برج الميزان، وهيكون فيها حاجة تفرح قلبك. يعني المتجوزين شايفاكم ما شاء الله علاقتكم حلوة قوي الشهر ده، شايفاكم مبسوطين وكأنكم هتخرجوا تروحوا مكان مع الأسرة ومع الأولاد. طب خلينا برضو نشوف الشخص أو ناخد معلومات تاني عن الحبيب، نشوف معلومات أكتر عنه. بسم الله، نشوف الكروت هتقول لنا ايه. اوكي العلاقة دي هتاخد مكان اعلى من اللي هي موجودة فيه حاليا، بمعنى يعني لو انتوا منفصلين فانا شايفة في رجوع، ولو انتوا يعني مرتبطين كده فانا شايفة انه هيكون في ارتباط رسمي، يعني العلاقة هتصعد لحاجة اعلى من اللي هي فيه، هتاخدوا خطوة امامية، يعني هتكون فيها تقدم العلاقة دي، هتتجاوز اي عقبات بتقابلكم، والعلاقة دي هتدخل مرحلة جديدة خالص. ليه؟ لان انت اتعلمت من اللي فات يا برج الميزان، فالعلاقة دي شايفاها هتاخد ايه، مجرى جديد. كمان هنا الانفصال باين قوي والتخلي عن الشريك باين قوي، ان هو سواء انت تخليت عنه او هو تخلى عنك، الناس اللي انفصلوا شايفين العكس، انا شايفة في انفصال وكان في تخلي من طرف من الطرفين، وحد ساب التاني وجاب النهاية. طيب كيوبيد بقى، كيوبيد يعني كيوبيد الحب، سهم كيوبيد بيقول لك هنا الكارت ده، خلي عندك ايمان بربنا انه الحب جايلك جايلك، وهيجيلك مفاجأة، يعني هتقابله في اجتماع، هتقابله في دعوة، بتحضر مناسبة، انا قلت لكم في بداية القراية انه انت هتروح تحضر عند حد، يعني في مناسبة انت مدعو فيها، وسبحان الله في المناسبة دي هتقابل الشخص ده، فدي حاجة حلوة قوي ان انت هتقابل حد في اي مناسبة، ما اكيد انت مش هتقابله وانت في البيت يعني، وانت مش بتخرج هتقابل حب جديد ازاي، فالشخص ده ان شاء الله شايفاه هيكون حد انت وهو متفقين قوي،
وهيكون في حب ومتبادل بينكم من اول نظرة، يعني انت هترتاح له وهو هيرتاح له. وزي ما اديتكم بعض المواصفات للشخص ده، ان الشخص ده ليه هيبة، حد منصبه او موقعه مهم، وعندك انتصارة، عندك انتصارة يا برج الميزان، في نصر جاي لك وفي عطاء حلو جاي لك في الطريق. انا شايفة ما شاء الله كروتك حلوة، يعني على كل الاصعدة كروتك ان شاء الله الفترة الجاية دي حلوة. خليني برضو اسألك الملايكة، نشوف ناخد برضو كروت من هنا نشوف هتقول لنا ايه الكروت دي. بسم الله، انت وقع لك يعني اول كارت ما شاء الله. يس حلو قوي، بسم الله، برج الميزان. خليني ناخد لك كارت، ناخد كارت تالت. لو كنت سألت على سؤال في دماغك بقى، خلي كده كروت عشان تبقى واضحة وتبقى شايفها. بص يا برج الميزان، لو كنت سألت على حاجة في دماغك فإجابتها يس. شايفين أول كارت؟ لو واحنا بنفرط الكروت كده وجه في دماغك سؤال معين بتسأل عن حاجة معينة فإجابته يس. لو كنت بتسأل الشريك مثلا هيتجوزني فايه، لو كنت بتسأل مثلا انه في حاجة حلوة جاياني في الطريق، شغل، اي حاجة انت سألت عليها فاجابتها اه ان شاء الله الفترة اللي جاية دي الاجابة يس، والاجابة حلوة قوي قوي ومبشرة قوي. طيب لو كنت على نفس السؤال بقى اللي انت سألته واجابته ان شاء الله يس، بص الكارت التاني بيقول لك perfect timing، يعني ده الوقت المناسب، الوقت المناسب لدخولك في علاقة حب، الوقت المناسب لبداية مشروع، الوقت المناسب ان انت تعثر على حبك الحقيقي يا برج الميزان. ما شاء الله كروتك حلوة قوي. بصوا كمان بقى يعني الاحلى والاحلى، بص الكارت التالت the situation will improve. الكارت ده بيقول لك هتتحسن الحالة. الملائكة هنا بتقول لك ان لو كنت بتعدي بامور صعبة فالامور دلوقتي هتبقى احسن والوضع عندك هيتحسن. اه الامر ممكن ياخد شوية وقت بس انه امورك هتتحسن، حتى لو انت اشتغلت على نفسك شوية او تعبت شوية، لكن في الاخر هتحصل على احسن حاجة وهتحصل على افضل حاجة. يعني بص الثلاث كروت ما شاء الله حلوين جدا جدا، بتقول لك ايه، ايوه الحاجة اللي انت سألت عنها، ده وقت حلو، وقت مناسب تتحقق فيه احلامك، انك حتى تدخل في علاقة حب او ترتبط او ايا كان، امورك كمان هتتحسن. كمان معاك هنا كيوبيد الحب، بص يعني الكروت حلوة جدا جدا، وعندك صعود في العلاقة، العلاقة هتاخد مستوى جديد، مستوى احسن. الناس اللي انفصلوا، في حد جديد هيدخل حياتكم، قلبكم هينبض تاني، هينبض تاني. في ناس من برج الميزان ما انفصلوش مرة، كأنه كنت في خطوبة وتنفصلوا، تتخطبوا وتنفصلوا، كأنك مش مرتاح لسه لحد الآن في علاقة مع حد. بس إن شاء الله الأمور هتظبط، الأمور هتظبط معاك. البعض من برج الميزان كأنه انتوا وشريككم كأنكم مثلا في مشكلة كبيرة بينكم أو في محكمة بينكم. شايفة لك نصرة يا برج الميزان، شايفة لك نصرة. أوكي، في انتصار هتمر بيه. بص انت عندك يعني عندك الايس والايس، عندك انتصار، انتصارة كبيرة كمان، امورك هتبقى على ما يرام، هتنتصر وهتتحسن امورك. ان كنت في قضية او في حاجة معينة فهتنتصر فيها، هتنتصر على الشخص ده اللي انت معاه في مشكلة مثلا او في قضية بينكو، نزاع بينكو، في انتصار حلو ان شاء الله، وعندك بدايات جديدة. كمان البعض منكو كأنه في شراكة مهمة، شراكة مهمة بينك وبين حد، يعني ممكن يكون بقى شراكة الحب بينك وبين الشريك، ما دي برضو حاجة مهمة في حياتك. امورك ان شاء الله على ما يرام يا برج الميزان. دي كانت قرايتكم لشهر نوفمبر، اتمنى يا رب تكون القرايه عجبتكم يا برج الميزان، و
لو سمحت، لو عجبتكم القراية ما تنسوش تضغطوا لايك عشان تدعموا الفيديو، واكتبوا لي بقى في الكومنت بيحصل معاكم ايه، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان اي فيديو جديد ينزل يوصلك بيه اشعار. واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله برج الميزان، واستنوا بقى قراية النص التاني من الشهر، القراية العاطفية المفصلة. اشوفكم على خير.